حذرت إيران وواشنطن من تدخل أحمق بعد هجومها الصاروخي على إسرائيل، فيما رد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع تل أبيب تحسبا لأي تهديد محتمل على الأخيرة، وسط جملة إدانات غربية ودولية لطهران. للحديث عن المسار السياسي والدبلوماسي للصراع في المنطقة ينضم إلينا من اسطنبول عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور مأمون أبو عامر. دكتور مأمون صباح الخير. نعم دكتور مأمون، في ظل التهديد والوعيد والتعنت الإسرائيلي المستمر بوجوب رد قاس على إيران، برأيك هل تعتقد أنه بقي هناك مجال للحلول السياسية أو الدبلوماسية؟ نعم حقيقة في ظل الظروف الحالية لا أعتقد أن قد يعطي فرصة للحلول السياسية، لكن يعني بعد القصف الصاروخي الايراني وبعد ازمه العمليه العسكريه البريه في جنوب لبنان، هذا اصبح مدى أزمة اثرت كثيرا للانجازات التي حققها في العقد في 12 يوم الماضي. بالتالي نتنياهو الان سياسه بديله وهي سياسه تصعيد ولن يستفد. نعم دكتور مأمون، يبدو ان هناك خللا في الصوت، لا نسمعك بشكل واضح، ويحاول الزملاء في الجاليري يعني إصلاح هذا الخلل. بكل الأحوال نحن نتحدث عن وجود أفق لحل سياسي أو دبلوماسي في هذه المرحلة بعد أن ردت إيران على اغتيال إسماعيل هنية وأيضا حسن نصر الله والقائد الإيراني في الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت. هل هناك حلول سياسية؟ هل هناك مجال لأي حلول؟ وإن قبلت إسرائيل بأي حل سياسي في هذه المرحلة، هل سيعتبر على أنه يعني فشل في عملياتها وفي أهدافها في المنطقة؟ سنعود إليك دكتور مأمون بعد قليل. وإلى هذا الخبر ونقرأ فيه، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكني في حي المزة، أحد الأحياء الغربية للعاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين. وأضافت الوكالة أن القصف الذي انطلق من اتجاه مرتفعات الجولان المحتلة تسبب في أضرار مادية بالممتلكات المحيطة في المنطقة. وتأتي هذه الضربة بعد يوم واحد من هجمات استهدفت مطارا عسكريا في محافظة السويداء، إضافة إلى أنظمة رادار في محافظة درعا. ويعد حي المزة من المناطق الاستراتيجية في العاصمة السورية، حيث يضم مقار أمنية وعسكرية سورية وسفارات ومنظمات أممية. إذا أعود إليك دكتور مأمون أبو عامر، يعني كنت تجيب على سؤال إن بقي هناك مجال لأي حل سياسي، تفضل أكمل إجابتك. حقيقة نتنياهو ليس لديه حلول إلا حل واحدا وهو التصعيد ثم التصعيد، وليس لديه حلول التراجع، ولذلك الخشية هنا نتنياهو سيذهب باتجاه تصعيد والرد عسكري قادم باتجاه إيران. لكن المشكلة الآن تواجه نتنياهو عدة تحديات صعبة على بسبب طبيعة الرد الإيراني التي شاهدناه في الأيام في هذا الهجوم. فإيران بادرت بهجوم لكنه له قيود محددة، هذا فرض يفرض على نتنياهو عدم الانسياق بشكل كبير، وهذا كان واضحا أن الصواريخ الإيرانية نجحت في الوصول إلى أهدافها المحددة بشكل كبير، ثم أن قوة التدمير كانت محدودة بشكل مدروس، وهذا سيجعل الإسرائيلي يفكر بشكل جيد، هل سيقوم برد قوي جدا تدميري كما يخطط نتنياهو، وبالتالي يستجلب ردا إيرانيا قاسيا، وبعد هذه التجربة النجاح الإيراني في الوصول إلى الأهداف ويدفع الإيرانيين إلى رفع مستوى حجم القوة التدميرية والكثافة النارية، هذا سيكون مطرح سؤال يثير تساؤلات. نعم. كبيرة. دكتور مأمون، مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال سنرد بشكل محسوب لأننا لا نريد حربا شاملة مع إيران، وفي ذات الوقت قال ردنا سيكون مؤلما. كيف يمكن التعامل مع هذا التصريح الذي يبدو أنه يناقض نفسه؟
نعم، كما قلت يعني الان الاسرائيلي امام حسابات دقيقه جدا. الايرانيين لعبوا لعبه دقيقه ايضا، واجبروهم على قواعد اشتباك محدوده، ومن خلال الرساله التي ارسلت اليهم، لذلك هم يوجهوا هذا الاتجاه. لذلك هناك مساله معقده، وهي طبيعه الرد الاسرائيلي وحجمه وقوته. اثنين، المكان الذي سيتم استهداف، سؤال هذا معقد ايضا. هل كما حدث في اليمن ضرب المراكز الاقتصاديه، وهذا سيعني ان ايران سترد على مراكز اقتصاديه، والاخطر في ذلك ضرب المراكز النفطيه. اذا ضربت المراكز النفطيه، هل ايران ستسكت ام تغلق الخليج، وبالتالي يرتفع اسعار النفط عالميا ويؤدي الى كارثه اقتصاديه في الشهر الانتخابي للولايات المتحده الامريكيه؟ وهذا ما يزعج خاصه الاوروبيين بشكل كبير، الذين يخنقهم امتناعهم عن التعامل مع النفط الروسي. نعم. وبالتالي ارتفاع الاسعار ايضا سيؤدي الى مكاسب كبيره لروسيا في اسعار النفط، وهذا سيضر المصالح الامريكيه. يعني اصبح المساله معقده بشكل ليس هينا. ثانيا، ضرب المفاعل الاغراض الاهداف النوويه. هناك اهداف اذا ضربت ستعتبر هجوما نوويا وستكون كارثه نوويه، وهذا سيضع اسرائيل في ازمه دوليه. ثانيا، الاهداف في بعض الاهداف المراكز النوويه الحساسه يعني لا يمكن الوصول اليها بالصواريخ المتوفره حتى باكبر قوه تدميريه اسرائيليه جي بي يو 57 وسط قادر على الوصول الى 70 متر، لا يمكن وصولها خاصه التي موجوده في جبل باردو بالقرب من قم، فهي موجوده في جبل ارتفاعه 3000 متر في انفاق، وهذه الانفاق طويله جدا. نعم. واذا ضربت فلن تتاثر هذه الانفاق بشكل محدود، حتى لو ضربت بقنابل نوويه فقط سيضرب مداخل الانفاق، والانفاق لها مداخل متعدده. نعم دكتور مأمون، يعني تجنبا لهذه الحرب الكبيره المدمره التي ستؤثر على كل العالم، هل ستقوم الولايات المتحده بالضغط على اسرائيل للقبول بحل سياسي او ربما لمنع التصعيد في المنطقه؟ وان قبلت اسرائيل بحل سياسي، هل سيعتبر هذا هزيمه لها؟ اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه احتفظت بورقه مهمه جدا، وهي ورقه انها المشارك السلبي في هذه الحرب، وهي انها ستشارك اسرائيل في عمليات الرد على ايران، لكن اماكن غير فعاله بتقديري. وبالتالي هذا ما يدفع الايرانيين الى عدم التوقف، لانه الاهداف لم تكن اهدافا فعاله. وهذا يعني ان امكانيه ان يقتنع نتنياهو بان العمليه البريه في لبنان غير قادر على استمرار القصف الجوي، وبالتالي هو لا غير قادر على الدخول العمل البري، وخاصه ان اسرائيل بعد دخلت من اجل اعاده ارجاع 100 الف الى بيوتهم. الان هناك 2 مليون اسرائيلي موجودين تحت في الملاجئ. نعم. واذا ضربت ودخلت تل ابيب عمليا في القصف، فان هناك 4 مليون اضافي دخلوا الملاجئ، وبالتالي هناك شلل مستمر. وبالتالي اعتقد ان البحث الاداره الامريكيه الان على معادله بون تو بون، الكل رابح، وتبحث عن هذا المخرج وبطريقه بهذا التفكير. ربما هذه الازمه الكبرى قد تفتح الافاق. نعم. على مخرج تريده الاداره الامريكيه بهذا التوقيت بالذات، ومخرج لاسرائيل من التورط في ازمه. طيب كبيره دكتور مأمون، لا تريد الولايات المتحده. نعم. نعم. الواضح للمراقبين ان اسرائيل تؤذي نفسها بالاقتصاد والناحيه الاجتماعيه، وايضا الهجرة، أكثر من مليون مستوطن غادروا بلا عودة الأراضي المحتلة. برأيك دكتور، أمريكا في السابق كانت تخوض حروبها بنفسها، هل تستخدم أمريكا اليوم إسرائيل أداة لضرب خصومها، أم أن المعادلة مختلفة هنا؟ الولايات المتحدة الأمريكية بعد 7 أكتوبر شعرت بضعف إسرائيل، وبالتالي أعطت إسرائيل الصلاحية من أجل استعادة الهيبة، لكن إسرائيل استخدمت هذا الأمر بشكل شخصي أكثر وأيديولوجي أكثر من المصر مما تريد الإدارة الأمريكية، وهذا ما يزعج الإدارة الأمريكية. لكنهم لا يريدوا أن تكون إسرائيل تخرج من المعادلة إسرائيل ضعيفة، لأنهم يريدوا إسرائيل القوية القادرة الفاعلة، لكنهم وجدوا أن العامل الزمني بالنسبة للإدارة الأمريكية غير مناسب في هذا التوقيت، وأن الأمر سيؤجر إلى أزمات كبرى، الا اذا كانت الاستابليشمنت في داخل الاداره الامريكيه قرروا حسم الموقف في المنطقه
بضرب إيران تدميرا ضربة تدميرية، وهذا طبعا يعني أمر يعني يحتاج إلى تفكير. شكرا لك أستاذ العلوم السياسية الدكتور مأمون أبو عامر، كنت معنا من اسطنبول عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.